اللعب في العصر في فترة العصر حكاية حلوة ما زلت أذكرها، تغار من حسنها كل الحكايات، حكاية أيام عبد الرحمن بشير الغول، أيام مبروك التركي، الدنيني، صالح النعيمة، يوسف ثنيان، كثير من النجوم السابقين، وربما تكون إن لم تخن الذاكرة عام 1414 آخر المباريات التي أقيمت عصرا. رحم الله الأحياء والأموات أيضا من لاعبينا وأموات المسلمين. حسين عبد الغني على التنفيذ، عرضية جميلة جدا، النصر يسجل الهدف الأول، برافو، جول دي سيلفا، يقول فت عيونك على الدفاع، الآن حصل دي سيلفا على ما يستهي وسجل في مرمى الهلال هدفا مبكرا على عكس التوقعات التي كانت ترشح الهلاليين. النصر يتقدم بهدف في الدقائق الأولى، ولا تعليق على وجه جريتش، لا تعليق على وجه جريتش، أسامة يقول مسؤوليتي. عموما النصر تقدم، وأيضا عمر الغامدي والمحياني ونواف العابد، احتياط النصر الوباري وسام حسين، عبد الله الموسى، صالح صديق، أحمد مبارك، وخالد الزيلعي، وريان بلال. كرة للنصر، سعد الحارث يخلصها، يلعبها جهة اليمين، عرضية من مرمى، خلاص تصاعدت على الهلاليين، برافو، عرضية ولا أحلى ولا أجمل، والنصراويون يحتفلون بهدفين ثمينين في مرمى. كانت واحد صارت اثنين، واصبح المهمة صعبة على بني هلال. اذا النصر بهدفين يتقدم على الفريق الهلالي 2-0، بلا شك حلوة وجميلة، وهناك تغيير لصاحب الهدف بعد العرضية الجميلة امام مرمى الهلال. ممكن يجيب الهلال هدف، لكن ثاني صعب شوية. إذا صاحب الهدف يخرج وسط الفرقة النصرانية، بين هدف الزهلاوي، برافو للنصر، خسارة حتى الآن أولى للهلال في الدوري. كرة لياسر وويلهامسون، طويلة إلى اليسار، نواف العابد يحصل على كرة يمررها مرة أخرى، هنا ركلة جزاء هلالية لصالح عيسى المحياني، طبعا هي كرة الرمق الأخير، ويبدو البطاقة الحمراء. حكم خرج عبد البرناوي يسمح للشلهوب بالتنفيذ، يتقدم ويسجل هدف الهلالية، سيسعى الهلاليون لاستئناف اللعب. صافرة أحبة الكرام، تنهي اللقاء بفوز نصراوي